هنتكلم عن الادجكتيفز. الادجكتيفز هي الصفات. ولما نتكلم عن الادجكتيفز او الصفات لازم نعرف حاجة، ان الادجكتيفز هي كلمة بنستخدمها علشان خاطر نصف الاسم الناون. يبقى الادجكتيفز او الصفات هي كلمة، نوع من انواع الكلمة بنستخدمها عشان خاطر نصف الناون، نصف الاسم، نصف مين؟ الناون. لان انا بعد كده هشرح لكم حاجة اسمها adverb، والادفيرب هي كلمات بتصف الفيرب، لكن الادجكتيفز او الصفات هي كلمة بنستخدمها عشان نصف مين؟ نصف الناون، نصف الاسم. طيب انواع الادجكتيفز ايه؟ في كلمات او في adjective صفات بتدل على الكولر. يعني ايه بتدل على الكولر؟ يعني بتدل على الالوان. يعني يا ميس ريد، احمر، يلو، بلو، دي كلها adjectives. الكولرز اللي هي الالوان بنعتبرها من تصنيف الكلمات adjectives، صفات. في كمان كلمات بتدل على السايز. يعني ايه سايز؟ يعني الحجم. زي ايه الحجم؟ زي big، زي huge، ضخم، زي small. اي حاجة بتدل على السايز دي برضو adjectives، صفة. طب ايه كمان؟ زي الشيب، الشكل، شكل الحاجة. زي مثلا يبقى cubed، cubed معناها شكل مكعبي. زي مثلا round، شكل دائري. كل الحاجات دي اسمها adjectives، صفات. كمان الصفات ممكن نقسمها في الفيلينجز، المشاعر. يعني ايه؟ يعني ممكن نقول هابي، سعيد، صفه، سمول، سوري، ساد، اكسايتد، متحمس. كل دي بنعتبرها adjectives. يبقى الادجكتيفز بتاعتنا هي كلمات بنستخدمها علشان خاطر نصف الناون، الاسم. ممكن تبقى color، تبقى size، تبقى shape، تبقى feelings، اي حاجه من الحاجات دي. طيب يا ميس، لو انا دلوقتي عايزه اكتب جمله فيها adjective، اكتبها فين؟ يعني المكان الادجكتيف الصح فين؟ تعالوا اوريكم ازاي نعمل الادجكتيفز في الجمل بتاعتنا. لو انا مثلا عايزه اتكلم عن كره، عايزه اتكلم عن ابول، والبول دي شكلها كده بيج، كبيره. في عندي كذا طريقه عشان ادخل كلمه بيج في الجمله بتاعتي. لا اما ابدا بالناون، يعني اما ابدا بالناون بتاعي. مين الناون بتاعي؟ اللي هو ذا بول، ذا بول. وبعد كده احط الفيرب بتاعي از، وبعد كده احط الادجكتيف بتاعي اللي هو يعتبر تبع الاوبجكت، واحط كلمه big. يبقى the ball is big، the ball is big. وهنا يا شباب ما ينفعش احط لا ولا ان، لان الادجكتيف ما بنحطش قبلها ا او ان. يعني ما ينفعش نقول the ball is a big، او نقول the ball is a small. الادجكتيف ما بنحطش جنبها ا ولا ان، no article، مفيش أي حاجة من الأرتكلز دي. طيب يا ميس، أنا مش عايزة أبدأ بذا بول، عايزة أبدأ ببروناون، بضمير. أوكي، يبقى أبدأ بالبروناون إت. يبقى إت إز بيج، إت إز بيج، برضو من نو أرتكل، نو آ ولا آن. طب يا ميس، أنا عايزة أبدأ ببروناون إت بس برضو أجيب سيرة البول، أحط كلمة بول معانا. يبقى إت إز a، اوه يا حبيبي، it is a big، it is a big bowl. طب ايه ده؟ ليه بقى هنا حطينا a؟ جنى انا قلت لك ما تسالنيش دلوقتي غير لما اخلص، هسال، هقول حد عنده سؤال. a big bowl ليه حطينا هنا a؟ لان البول هي الاسم، هي الناون بتاعنا، وطالما هي الناون بتاعنا هي اللي تاخد الآ. يبقى الآ دي مش بتاعت بيج، الآ دي بتاعت البول، بتاعت الكرة. It is a big ball. يبقى لما اجي استخدم بيج صفة، لإما ابدأ بناون the ball is big، او it is big، او it is a big ball. وهنا الآ للبول. طب لو انا عندي حاجه مثلا لونها اورنج، لونها برتقاني، زي مثلا قلم، القلم ده لونه اورنج، هقول it is
الأول orange، الصفة دايما نكتبها الأول، وبعد كده نحط been. قولوا لي بقى هنا، هنا أحط a ولا an؟ حد يعرف؟ an. لا، هحط an. an ليه حطيت an؟ ليه حطيت an؟ لا انا عارف عشان ايه، ام الحروف اللي في حروف الباول. طب انا هحط او ام اس حرف الباول. افتح المايك اقول. اوكي شنو المايك؟ هي هنختار ان. هي ان دي صح فعلا بتدل على البن، لكن مين جنبيها على طول؟ جنبيها الاو، عشان كده بنقول it is an orange bin. اوكي، يعني الاول ان تبع البن، لكن حطينا ان ليه؟ لان الكلمه اللي جنبها الفاول، على الكلمه اللي جنبها الفاول. اوكي، بس خلي بالنا ان اورنج هنا ده كولر، والكولر ما بناخدش جنبه او ان، لكن الاو الان بتاعه مين؟ بتاعه الناون. الناون. طيب يا مس، في بقى كده معلومه تانية هنقولها عن الادجكتيف، ان الادجكتيف بتاعنا، بس دي هنكملها المره الجايه، الادجكتيف بتاعنا ليها ديجريز. يعني ايه ديجريز؟ يعني ليها درجات. يعني ينفع نعمل لها كومبريتيف، ينفع نعمل لها مقارنه، وسوبرليتيف تفضيل، وده اللي هنكمله المره الجايه. طيب ايه الاكسرسايز اللي هنحله دلوقتي عن الادجكتيف؟ تعالوا مع بعض كده نحل الاكسرسايز دي على الادجكتيف. هو ان احنا هنقرا السنتنس مع بعض كده، ريد السنتنس وشوفوا الاندرلايند. الاندرلايند وورد يعني الكلمه اللي تحتها خط دي. هسالكم، هل الكلمه اللي تحتها خط دي ادجكتيف؟ بنعتبرها ادجكتيف ولا مش بنعتبرها ادجكتيف؟ بنعتبرها ناون او فيرب او اي حاجه تانية من تصنيف الكلمات اللي عندنا. انا مش عايزاكم تفهموا الجمله وترجموها وتجاوبوا، لا، هو بيسال the underlined word، الكلمه المحطوط عليها خط، an adjective ولا لا؟ اوكي، طيب يلا يا زياد ريد نمبر 1. The apple is red. The apple is red. هو حاطط لك underlined على كلمة red. هل red دي يا زياد adjective yes or no؟ No. ليه no؟ عشان أصلا red noun. الريد ناون، الريد كلمة بتدل على اللون وبنعتبرها صفة. يبقى دي ريد نعتبرها ايه؟ adjective. يلا بابا ركز. هاي يا زياد، الريد او الكولرز نعتبرهم adjectives. اوكي؟ اوكي. طب يلا يوسف نمبر 2. Yes, please. The elephant is big. No. هل الكلمة اللي هو حاطط عليها خط elephant بنعتبرها adjective؟ لا. big هي الادجكتيف. الاليفانت مش ادجكتيف، دي ناون، اسم معنى فيل، يبقى الكلام ده نو. طب يلا يا اسامه نمبر 3. It is a pretty flower. It's a pretty flower. ال underline pretty adjective yes or no يا أسامة؟ Yes. أهو قبلها A وبعديها noun، يبقى هي فعلا adjective صفة بمعنى جميل، pretty جميل. يلا يا أدهم number 4. dress adjective. أدهم Kalia's. Kalia's dress. يا أدهم. يا أدهم. أنا جاوب فور نو. Kalia's dress is purple. الدريس هو اللي حاطط عليها لاين. الدريس هنا noun not adjective، يبقى no. يلا يا عمر سمعتها يا حبيبي، سمعتها يا ادم. يلا يا عمر، يا عمر. اوكي مس.
Number five, يا حبيبي, read number five. Number five, the letter boy was crying. Crying, crying. Underline the word crying. Adjective, yes or no? No. No. لأنه crying هنا بمعنى يبكي, the verb. يبقى الكلام ده, ال underline crying ده, not adjective. اللي فتح المايك, close your mic please. يلا يا سما, number six. Yes, teacher. The game is sunny. Shiny. Shiny. Yes. Shiny معناها لامع, دي كمان adjective, يبقى الكلام ده yes, shiny adjective. جانا, number seven يا جانا. Okay, teacher. I saw a long snake. هتبقى yes because long. Long adjective. Yes, يا جانا. يلا يا عبد الرحمن. Number eight. Number eight, يا عبد الرحمن. The butterfly is beautiful. Beautiful. هل beautiful حد عليها underline adjective? Yes or no? Beautiful. يعني جميل. I'm right. هل adjective, هل beautiful يا عبد الرحمن تعتبر adjective صفة؟ Noun فنختار no. لا, هي مش ناون, هي الناون يا عبد الرحمن حاجة بنمسكها في ايدينا. ينفع نمسك كلمة butter beautiful في ايدينا؟ لا. ينفع نمسك كلمة beautiful؟ beautiful دي صفة, صفة بنوصف بيها, يبقى الكلام ده yes, beautiful adjective. Beautiful adjective. اوكي, طيب تعال نشوف كده ثواني. اوكي, طيب يلا يا احمد عبد الله, نمبر 1. لو انا عندي تراك, شايف تراك هنا اللي من تحت دي؟ نعم يا مس. تراك, يلا تراك. تراك دي لو انت معناها شاحنه, فاحنا هنحطها في الناون ولا في الفيرب ولا اللي هي adjective صفه؟ الناون يا مس, عشان هي اس. هي اس. التراك حاجه نقدر نمسكها بايدينا, شيء, يبقى طبعا هنختارها في خانه الناونز, الاسماء. طيب يلا يا احمد, احمد اخو جنى, لو انا عندي يلو يا احمد, يلو. يلو ده يا مس فيرب. ليه فيرب يا احمد؟ لا, اسمها ايه؟ adjective. يس, اي حاجه بتدل على الكالر ده نعتبرها صفه, لان colors بنصف بيها الاشياء, يبقى yellow adjective. اوكي, ثانك يو يا احمد. يلا يا محمد علي, هوم. نو, مش حد قال مكاني. لا, ما حدش قال. مين قال مكانك؟ ولا حد قال نون, ولا حد قال نون. خلاص يا محمد, معلش. مين هوم هنحطها فين؟ انا انت قولي معنى هوم ونحطها فين. هوم منزل. منزل noun ولا verb or adjective؟ لا, لا noun. noun, لأن ده شيء وش حاجة, يبقى noun. أوكي, يلا يا ألمة, quick. quick adjective. قوليها صح يا ألمة, adjective. 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 اوكي, adjective quick بمعنى بسرعة, يبقى quick دي صفة. طيب يلا يا يوسف, يوسف طارق, يل. حد يعرف يعني ايه يل؟ او نقولها يل زي yelling. حد يعرف او عدت عليه كلمة yelling؟ مس, او انا عاوز اعرف نطقها. يل او يالينج. يالينج ويال معناها قولي حبيبي. لا,
طيب يلو معناها بالظبط كده، وانت جبتها من يزعق او يصرخ، فاحنا دي هنحطها فين يا يوسف طارق؟ هنحطها في النون ولا الفيرب ولا الادجكتيف؟ يلا ينفع تقولي معناها تاني؟ ما سمعت. يصرخ بصوت عالي. يصرخ بصوت عالي فيرب. So هي فيرب، بنحطها في القائمة بتاعت الفيرب. اوكي يلا يا زياد رن. حد يفتح المايك بتاعه بليز يا شباب. Run is adjective. Run ليه run adjective؟ معناها ايه run يا زياد؟ run يعني يجري. يجري ده noun ولا verb or adjective؟ adjective. ليه يا بابا ليه؟ يجري ده verb. run يا زياد يعني يجري ده verb. ليه هنحطه في الخانة بتاعت الأدجكتيف؟ أوكي يا زياد. يلا يا يوسف. مش يوسف طارق ولا لا؟ يوسف أنت. يلا يا يوسف. يوسف. نعم. يلا يا حبيبي. اوكي. يلا عندك هيوج. هتبقى مش معناها هيوج. الأول نعرف معناها هيوج، معناها ضخم. ضخم هتبقى adjective. adjective لأن هي هيوج ضخم ده صفة. طب يلا يا أسامة عندك sleep. sleep verb. verb بمعنى ينام. sleep verb. اوكي يلا يا ادهم عندك cat. noun يا مس لان دي cat noun. yes. طب انا لو عندي plate يا عمر، تعرف plate معناها ايه يا عمر؟ طائرة يا مس. لا مش طائرة. بليت ده طبق اللي بيكون كبير كده واسع اللي بنغرف يعني بنحط فيه رز. يلا بليت يا عمر. noun verb or adjective؟ noun. yes. يلا يا سما عندي توك. يتكلم هتكون verb. yes. عندي بعديها يا جنة سنو. سنو ده سالكي فهتبقى في الناون عشان اقدر امسكه عادي. ناون. يس نو تلج ناون. اوكي طب لو انا عندي يا عبد الرحمن ايت. يتاكل هو بياكل حاجه بتتعمل فيرب. فيرب يس. طب لو انا عندي احمد عبد الله ليتل. يا مش في الاخر اصلا هو مش عارف معناها. ليتل انا عايزه، ما انا عشان كده عايزه اسالك يعني انت عارفها ليتل اصلا معناها ايه؟ لا. ليتل يعني صغير، حاجه قليله كده. يبقى noun verb or adjective؟ adjective. طب لو انا عندي slow يا احمد اخو جانا slow يعني بطيء. بطيء noun verb or adjective؟ adjective. يس يا شباب. طيب تعالوا نشوف exercise تاني مع بعض. بعدك يا نمبر 1 يا محمد. ده نمبر 1. ايه مسك ويسع الله كمان عليك. يلا يا محمد ماشي. ذا كوفي از هوت. مين الادجكتيف؟ هوت. hot. okay. عشان الكوفي اصلا ما تنفعش، ده مشروب هنشربه، ده فيرب. تمام يلا يا الما نمبر 2. ايه يس يلا نمبر 2. my brother has a new bike. okay الادجكتيف بتاعك ايه يا الما؟ bike. ليه bike؟ has
الأدجكتيف يا ألمى هي كلمة بنصف بيها الناون. has بمعنى يمتلك ده verb، وبايك عجلة ده ناون. مين الأدجكتيف؟ brother. brother أخويا شخص. أنت عارفة يعني إيه كلمة نيو يا ألمى؟ يعني إيه نيو؟ دلوقتي. لا ناو يعني... دلوقتي دي مش ناو دي نيو. نيو جديد. جديد يبقى الأدجكتيف بتاعتك هي مين؟ نيو. نيو هي الأدجكتيف دي. أي حاجة أنت مش عارفة معناها اسأليني وأنا أقول لك معناها، أوكي؟ أوكي. طيب يلا يا يوسف طارق نمبر 3. Number three, I am a had some students. Handsome. دايماً لما تلاقوا الدي قبلها إن كده ما تنطقهاش. اللي هو handsome student. Do you know handsome? تعرف handsome معناها إيه؟ وسيم. وسيم جميل برافو عليك. طب يبقى هنا مين مين الادجكتيف بتاعنا يا يوسف؟ handsome yes. يلا يا زياد. يلا زياد نمبر 4. يلا زياد نمبر 4 the house. miss the house is lovely. الأدجكتيف هو lovely. lovely yes lovely بمعنى جميل أو محب أو حاجة حلوة. يلا يا يوسف number 5. yes please. the this is easy adjective. نزل مايك يا زياد. مين الأدجكتيف بتاعك يا يوسف؟ the this is easy. The test is easy. Easy بمعنى سهل ده adjective بمعنى سهل. تست امتحان اختبار حاجة بنمسكها في ايدينا ده noun. يبقى easy هي الadjective بتاعنا. طيب يلا يا أسامة number 6. I like spicy noodles. الأدجكتيف بتاعك إيه يا أسامة؟ الأدجكتيف like. لا مش لايك يا أسامة، لايك ده فيرب. سبايسي بمعنى حاجة حراقة. يبقى سبايسي هي الأدجكتيف بتاعنا. اوكي نمبر 7 يلا يا ادهم. helpful يبقى my teacher is helpful. helpful دي هي الادجكتيف بتاعنا بمعنى متعاون. التيتشر بيساعدنا وشخص متعاون. يلا يا عمر نمبر 8. اوكي تيتشر. The little girl is eaten. Okay, مين الأدجكتيف بتاعنا يا عمر؟ Eating. Eating adjective؟ لا مس. Girl adjective يعني إيه adjective يا عمر؟ يعني صفة. مين الصفة اللي عندك هنا وانا لسه قايلة معناها؟ little يا عمر. little معناها ايه little؟ مش عارف. تغير لسه قايلاها مع احمد. يلا يا سما number 9. the classrooms are great. The classrooms are great. إيه الأدجكتيف بتاعك يا سما؟ Great يعني رائع. The adjective كمان برافو. طيب مين على الدور؟ يلا يا جانا. يلا يا جانا نمبر 10. Okay teacher. London is an
expensive city. Expensive دي يعني غالي، فهو expensive. اكسبنسيف هي الصفة بتاعتنا بمعنى غالي، لأن احنا لو بصينا لندن ده اسم بلد، سيتي يعني مدينة، كل دي ناونز ما عدا اكسبنسيف اللي هي الادجكتيف بتاعتنا أو الصفة. يلا يا عبد الرحمن نمبر 11. أنا؟ أه يا حبيبي. طب هي لسه تاكل كده؟ أه هي كده. ثانية واحدة. انا بتاعتي اللي هي نمبر 11 دي. اه نمبر 11. اه 11 شفتها خلاص. She has a long brown hair. مين الادجكتيف ده؟ long. وفي ادجكتيف تاني كمان يا عبد الرحمن، هي مين؟ brown. Yes, excellent. Bravo عليك. Long و brown الاثنين دول بنقول عليهم هنا adjective. Number 12. يلا يا أحمد عبد الله. My mom needs some delicious food. هتفتكر ايه هنا الadjective يا أحمد؟ Delicious food. الفود مالناش دعوه بيها، لان الفود ده ناون. هي مين بقى الادجكتيف بتاعنا؟ delicious بس. اوكي delicious بس. اكسلنت يا احمد. يلا يا احمد، احمد ناجح نمبر 13. have you seen my ugly dog. اوكي مين الادجكتيف بتاعنا؟ يلا بص ليه. اجلي بمعنى قبيح، وديليشس اللي فوقيها بمعنى لذيذ، يبقى اجلي هنا الادجكتيف بتاعنا. اوكي يلا يا محمد نمبر 14. تينا famous. famous هي السينجلر الادجكتيف بتاعنا بمعنى مشهور. famous مشهور، يبقى الادجكتيف يبقى color، ممكن يبقى size، ممكن يبقى feelings، ممكن يبقى shape، كل الحاجات دي بنعتبرها adjectives. اوكي لينكي كده هيقفل، هنخرج وندخل تاني.